أبرز الاغتيالات الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حركة المقاومة الإسلامية حماس. عماد عقل قيادي في حركة حماس اغتيل في 24 من نوفمبر عام 93 بعد حصاره من قوة عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية. يحيى عياش أبرز وأهم القادة العسكريين في كتائب القسام اغتيل في 5 يناير عام 96 من خلال تفخيخ هاتفه وتفجيره أثناء مكالمة مع والده. صلاح شحادة مؤسس الذراع العسكري لحركة حماس اغتيل في 22 من يونيو عام 2002 في غارة جوية استهدفت منزله في حي الدرج في غزة. الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس اغتيل في 22 من مارس 2004 في غارة جوية إسرائيلية أثناء مغادرته المسجد بعد صلاة الفجر. عبد العزيز الرنتيسي من مؤسسي حركة حماس وتولى قيادتها بعد اغتيال أحمد ياسين اغتيل في 17 من أبريل 2004 بإطلاق 3 صواريخ على سيارته في قطاع غزة. عدنان الغول قائد وحدة التصنيع العسكري في كتائب القسام اغتيل في 21 من أكتوبر 2004 بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية على سيارته. سعيد الصيام قيادي في حركة حماس تولى وزارة الداخلية وتم اغتياله في 15 من يناير 2009 في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي أثناء الحرب على غزة. صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في حماس اغتيل في 2 يناير 2024 في غارة إسرائيلية على مبنى في بيروت. إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اغتيل في 31 من يوليو 2024 خلال زيارته إلى إيران.